لماذا تضع أنت طائر السمان البيض بدون قشرة؟ الأسباب والحلول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أحبي وأوفياء قناة عالم الطيور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو نهار اليوم تحت عنوان لماذا تضع أنت السمان البيض بدون قشرة خارجية صلبة. سوف نتحدث في هذا الفيديو عن الأسباب والحلول إن شاء الله، تابعوا معي الفيديو للنهاية. أولا الأسباب: نقص الكالسيوم والأملاح المعدنية عند إناث السمان. ثانيا عدم تعريض الطيور لأشعة الشمس طوال اليوم، خاصة الأشخاص الذين يقومون بتربية طائر السمان في الأماكن المغلقة وفي الأقفاص، فتعرض طائر السمان لأشعة الشمس يكسبه الكثير من الكالسيوم في العظام. ثالثا إجهاض أنثى طائر السمان للبيضة قبل إتمام تشكل القشرة الخارجية. ويرجع هذا إلى أمرين: الأمر الأول وهو حالة مرضية، وهو مرض يسمى متلازمة نقص إنتاج البيض عند الدواجن بصفة عامة، وتنخفض فيه جودة إنتاج البيض، فهي تكتسب شكل غير منتظم ويصبح البروتين مائيا، مما يدفع الأنثى بوضع البيضة بدون قشرة كاملة. الأمر الثاني وهو الخوف والهلع، فإذا تعرضت الأنثى إلى خوف أو هلع من طرف المربي أو من طرف الأطفال أو من طرف حيوانات مفترسة، فهذا يدفعها إلى إجهاض البيضة قبل اكتمال تشكلها. رابعا ارتفاع درجة الحرارة، وتظهر هذه الظاهرة كثيرا في فصل الصيف، لأن طائر السمان يصير يستهلك الماء أكثر من استهلاكه للأكل، مما يعرض الجسم إلى نقص كبير في الكالسيوم والمغذيات، خاصة مع وضع أنثى السمان للبيض يوميا. ثانيا الحلول، وكما هو معروف دائما الحلول تكون ضد الأسباب، فأول حل وهو توفير غذاء صحي متكامل وغني بالكالسيوم للطيور، أو باقتناء الكالسيوم الجاهز من عند البيطري وتقديمه للطيور عن طريق خلطه في الماء الشرب في الشرابة أو في الأكل مع العلف، أيضا عن طريق تقديم الرمل البحري أو التربة الحمراء الزراعية لهم، وذلك لغناهما بالكالسيوم والبروتيين والعديد من الفوائد الأخرى كمساعدة الطائر على الهضم وتقوية جهاز المناعة. ثانيا تعريض الطيور للقليل من أشعة الشمس، خاصة في فصل الشتاء، لأن أشعة الشمس تساعد على تثبيت الكالسيوم في عظام الطيور. ثالثا توفير البرودة في فصل الصيف عند ارتفاع درجة الحرارة لمساعدة الطائر على استهلاك العلف أكثر من الشرب، فالأكل هو الذي يدفع الأنثى لاكتساب الكالسيوم لتكوين قشرة البيض الخارجية. رابعا تجنب تعرض الطيور للخوف أو الفزع، وتجنب دخول أشخاص غرباء لمكان التربية. وفي الأخير أشكركم على متابعة الفيديو للأخير، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع علامة الإعجاب تشجيعا لنا لنستمر في جلب المزيد. أراكم في فيديوهات لاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.